مرة قلت لك انه هالمسدس ما انه لعبة. بعرف انك مخبي وين حاطه. اذا كل هالقد خايف ليش تجيبه على البيت؟ هي الشغلة ما بتخصك. هاتوا ولا طالع لي خلقي اكتر من هيك. هاتوا. خدوا. إذا فيك تاخده خده. مراد أعطيني أحسن لك. بعد يا حويني تعبنا فيك أنا وأمك. أصحت لي شريت أمي عشانك فهمان؟ مراد ابني قلت لك لا تقلق. مو معقول يكون عم يضربوا الولد تحت طلع صوته. ليش؟ هيك ما رح اعطيك اياه. يا حرام يا هناء راحت وتركت هالولد. لا مستحيل يضرب، ما بظن يعمل هيك. يا الله بس كل يوم وثاني صوتهم طالعه. شو هالرجال اللي ما بقلبه رحمه؟ بدل ما يداري الولد عم يخان وتقولي مو ابنه. هيك واحد ما بيستاهل ابدا يكون اب. لا تتضايقوا من حكي يا بنات، بس كل الحق على هناء، هي اللي خربت بيتها بايدها. قد ما كان عندها مشاكل المفروض تتحمل. الوحدة فينا لازم تتحمل كل شيء كرمال ولادها وبيتها. مظبوط؟ هناء كانت أم منيحة وبحياتي ما شفت أحد منها، بس أبصر شو صاير معها لحتى انتحرت. إذا ما عرفنا الحقيقة ما فينا نلومها. لك هاتوا لا تخليني ابتلي فيك هلا. شو يعني رح تقتلني؟ خلص ما عاد أقدر، ما عاد فيني أتحمل أكثر من هيك. والله شي بيقطع القلب. أنا كمان بدي أروح، لسه ما اشتغلت شي بالبيت. كيف بيطوع قلبه يعمل بابنه هيك؟ عم اقول لك هات المسدس. لك هذا ما انه لعبه، عم تفهم؟ ما دخلك فيي، خبي عندي. مراد لا تجنني. خلص بعد عني. تعال بعد عني. مراد ما دخلك فيي. عم اقول لك هاته من ايدك، هاته. هون انتحرت امي ما هيك؟ ايه انتحرت. مراد ابني هاته من ايدك. خلص روق 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 شوي مراد. ايش حتى تموت وتتركني؟ مراد خلص بلشنا. شو اللي خلاها تنتحر؟ شو السبب؟ بدي أعرف ليش. ما بعرف يا ابني. مراد لا لا ابني لا. اصحى مراد اصحى. مراد يا ترى قديش تعذبت؟ كيف راحت هيك من دون ما تشوفني؟ بس امي كانت بتحبني وانت ما بتحبني قدها.
ليش؟ أمي ليش تركتيني أمي؟ ليش؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.